مرحبا يا جماعة وأهلا وسهلا فيكم. السلام في السي اي بي سي ران فور كيور. هذا الران بيصير كل سنة في كل كندا لدعم الكانسر بيشنتس، خاصة هون البريست كانسر، لأنه شهر أكتوبر هو شهر العناية بصحة المرأة. للأسف في نساء لسه مصابوا بالبريست كانسر في كندا وحول العالم، عشان هيك بدهم دعم للريسيرش. زي ما انتم شايفين كل شيء بينك حواليا، حتى انا لابس بينك دعما للمراه. زي ما انتم شايفين كل واحد تقريبا لابس زهري لدعم هذا العمل. نتمنى الشفاء لكل النساء. هذا سينتس اوف كندا عاملين دعم برضو. هذول النساء اللي كان عندهم كانسر وتعالجوا منه. هنكتب تمنياتنا. That's a mark of a treat. الشفاء. تيم سي اي بي سي هذول اللي داعمين الرئيسيين لهذا الحفل. $750,000 has been raised right here in Ottawa. Six, five, four, three, two.
إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع صحابك.